ولا حكه. يا كبير يلا يا ده حكه، فك الشريطه من على بقها وخلي الحبل مربوط. ها؟ لما اخذه كبير يقفيني انا من الموضوع ده، عشان البتاع اللي على دماغي دي مظلمه الدنيا، اول الجوانتي ده عمال يزفلط في ايديا ومش فاهم حاجه. انا فكها انا هايس، انا اساسا تخصص حبال. يا عم ده شغلك كنت حرامي غسيل ولا ايه؟ حبال ايه يا غاب انت؟ هو انا عايز افك الشريطه مش الحبل. ماشي انا تخصص شرايط يا طب يا الله. بس يا بنت اخرسي خالص بدل ما اقطع لك احبالك الصوتيه واخليك تكملي مشوارك الغنائي وانت سايلنس. انا تخطفني يا فوش بالكباريه وفي عز الظهر. هو في برضه مطربه محترمه تروح الكباريه في عز الظهر يا صبحيه؟ مين صبحيه دي؟ انا معرفش حد اسمه صبحيه، انا سمره سمير. عاشت الاسامي يا ست الكل والله العظيم. اللي ما يعرفك يجهلك يا قمر. يا احلى بس يا ده انت وهو يا ده انتوا ايه اللي انتوا فيه دول؟ احنا اتفقنا اننا نخطفها وبس. من الاخر عاوز ايه فوش؟ عايزك تسيبي سكه الانحراف البريء اللي انت ماشيه فيه وترجعي تمشي في الطريق السليم. فكك من يا فوش، انا كده صح الصح. ده هو ده الصح. انت عمرك ما تجربي ابدا. هي صح هي بس يا ريت. هو يا هو انا جايبكم تساعدوني ولا تغرقوني؟ هو ايه اللي صح الصح يعني؟ انت معجبه بنفسك كده هون وسيره وسطك بقت على كل لسان؟ دي ضربت النجوميه. دي ما حصلتش ضربه مبيعات حتى. انت عاوزني اسيب نجوميه تعبت فيها سنين يا فوش وارجع لمشغل التريكو؟ انا مالي يا بنت مشغل؟ انا ما قلتش الكلام دوت. انا كل اللي عايز افهمهولك اني انا عايزك تبقي نجمه في الفن، بس فن اصيل يا بنت مش فن تفصيل. عايزك تبقي زي كوكب الشرق، تبقي زي عندليب الاجيال، تبقي زي الموسيقار العظيم، الناس التقيله دي. الله الله عليك يا ريس، قاموس سينمائي غنائي موسيقي متجدد وبالعكس. عكس انت كمان، ده زمن وانتهى يا فوش، زمن خلاص ولا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه لازم نعمل كده اهو. لا بيتهيألك كده هو ده ديت بتتهيألك انت. الناس لسه يا بنت عندها استعداد تسمع فن محترم، بس انتوا اللي بتستسهلوا. النبي الله يخليك، عايز سوا بس للذكرى والعافيه انا وهي. ايه ده انت هتعمل ايه انت؟ هنصور معاها معلش. طب استنى يلا جهزوا جاهزين. يلا جاهزين. ايه ده؟ الو